الانسان اللي خرج ماشي بحال اللي بقى في البلاد، واخا خرج دي الا بقيت غير في واحد البلاصه ثانيه، ماشي بحال ذاك اللي دار الجوله في البلدان الاخرين. كتزيد الفكره وكتشوف الناس وكتعرفهم وكتعرف الطبيعه ديال الناس وكيفاش تتكلم معاهم وكيفاش، حتى الانسان اللي هو قاري وعنده الضمير وعنده الاخلاق، واخا تلقى مع شي واحده سميتو غادي يسلك معاه، ما غادي يدير معاه الصداع ولا. Het is mijn hart dat daar ligt. Niet mijn gevoel. En nu begrijp ik met ons papa. Zijn hart klopt daar. En dat van mij klopt daar ook. Het is, ja, het zijn uw roots en uw hart klopt daar. Van de خدمة aan العمل, dat هو. Dat was السبب. We برجع للبلاد نديروا شي حاجة ولا شي مشروع ولا شي حاجة ولا شي. هذه هي النية. مشيت فرنسا. مشيت لهولندا. ومشيت لألمانيا الأخن. ومسيت لونفير في بروكسل ما عجبتني الا هاد البلاصه هاد لامبورغ هنا هو المعقول يا لقيت فيها الراحه. كناش نعرفوا اللغه، مي دابا الحمد لله تنفهموا على حسب الوعي ديالنا. ما ولادنا عارفين اللغه ولا المراه ولا كل شيء الحمد لله. حنا اللي شويه ناقصين مازال شويه في اللغه، حيت حنا اللي عنده 75 عام ما دوز لا سكويله هنا لا والو، تجيه شويه باش يهضر بالفلاما. انا السميه ديالي ايت بهويدير الكنوه الحسين بن محجوب هو الاسم. سكنا في المغرب سي قبيله من تاكا عمل زارودانت. ملي جيت لهنا في 64 الأول في شهر 6 64 بديت العمل في وينتسلايف، لقيت فيه مدة حتى 30 أكتوبر في 87. ديك الساعة هنا أنا الوالدين بس عندهم مخصوم ديك الساعة الفلاح والغلم وداك الشيء، أنا عمري ما خدمت، أنا دائما في الجامع، ولكن ديك الفكرة ديال الخارج كنحلم به هذا ملي كنقرا، كنحلم دائما. ونزيد لك ثانية وحدة نقطة ثانية، ملي كنقرا كنتمنى الهدف ديالي إلا مشيت للخارج أولا نمشي باش نحج، هذا هو الهدف ديالي في الأول. ديك الساعة بيناتنا كاين واحد المحبة تعجب، قلت انا هذيك المحبه كنقول بعض الخطر ما كاينه والساعه كاينه، اش قطعها شويه مثلا دروك كل واحد عنده تبارك الله ولاد الاولاد دروك حنا مثلا غير انا ولا شي واحد دروك الا غادي غير في العيد ولا شي مناسبه الا ما شديتش السر ما دير ناس تكون، هذا هو قلت انا اللي باش ما كيسولوا الناس بحال هكا. الانسان غادي تلقى حتى واحد ما واعر الا جيت الناس كلشي مزيانين، والله الا كان الانسان مزيان كلشي راه الناس مزيانين. ما تقول ويد لي الانسان الا هو بقى غير بوحدو ولا غير اللي تشوفو كتشوف فيه في شي الشوفه اللي ما سوا طوال بالصفه. كلشي الناس غادي يحترموك، ولكن خص الانسان يحترم راسو، يا غادي يحترم راسو والله لا النصارى ولا حتى النصارى، خصك راه بحال علاش ما نقول ليه بوجور واخا ما نعرفو، ولا اللي ما اللي عرفت غادي نقول مسلم بالترك ولا نقول السلام عليكم، هذا كيفرحوا كتشوف غير بوجهو. لا الدراري تاع الجيل كنتمنى يكونوا اكثر منا حنا، لان تلقاو دروك ذاك الزمن داز ماشي هذاك الزمن الاخر، هذا هما داك الشيء باش كان سميتو القراهيه سميتو الاولى. هاد الدراري دروك واخا ما بقات الخدمه وداك الشيء، ولكن اللي قرا كاين البلاصه ديالو. Thank you.
naam is Malika Abou, woonachtig in Genk en ben van Marokkaanse origine. Mensen die mij kennen, kunnen het ook beter verwoorden van ze is een Marokkaanse. Ik laat het ook wel voelen van dit ben ik, dit is mijn afkomst, dit is ook mijn origine. Ik ben geboren in België, ik ben opgegroeid in België, maar mijn afkomst is Marokkaanse. En daar ben ik fier op, hè. Ik mag het niet gaan minimaliseren, hè. Ik moet ook fier zijn als ik een Belg ben. Maar ik ben een Marokkaanse en ik voel me ook een Marokkaanse. Mijn papa komt van Terudent, maar de bergen, echt de bergen in. Hij kwam met een betekenis voor, ja, financieel, want hij heeft in armoede geleefd. Toen ze mensen te recruteren waren voor naar Frankrijk, was hij met zijn neef. En ik kan dus vertellen hoe mijn papa dat vertelde. Zijn neef had een lerchmodisch dood. En een broodje. En mijn papa liep dan van Blij tot Terudent te voet mee. En die neef had een beloofd van als je met mij meegaat naar Terudent, naar de stad, dan betaal ik je ticket om met de bus mee. Want ze moesten hun ticket zelf betalen. En mijn papa is heel blij meegegaan. Komen dan daartoe. En hij betaalt zijn ticket zelf en stapt in. En hij heeft dan zitten huilen, want hij kon niet mee, hè. En hij heeft dan een hele nacht daar geslapen in de kou, het was hartje winter. En heel toevallig heeft de man hem dan gezegd van, kijk, ik betaal het ticket wel. Het is zo erg dat je niet mee kunt gaan. En hij zegt, daar is dan mijn toekomst begonnen. Papa draaide aan twee posten en dan, ja, we zagen hem zo weinig. We speelden ook wel veel buiten en zo. En dan komt het moment dat hij, ja, je hebt schoolfeest. En elke keer zei hij, ik kom. Hij was er nooit, hè. En dat jaar vergeet ik dus ook nooit. We zaten, het is gegrift in mijn hoofd, hè. We zaten daar. En ja, je hebt een heel publiek en noem maar op. Maar dan een boom. Maar kent wel die boom, hè. Die staat er nog, denk ik. En ja, en we waren op dat moment aan het dansen, hè. Ja, dansen. Was zo'n wauw voor ons, hè. En iets trok mijn aandacht. Het gevoel, ongelooflijk. En ik draaide hem om en ik zag hem daar staan, achter zo'n groep mensen, achter het publiek, zo kijken. Ik was zo fier op hem. Zo fier van, dat is mijn papa. Dat is, ja. Dat is, ja. De man waar ik trots op ben. Als we thuis komen en hij is er, dat we met onze kinderen allemaal samen zitten. Moet je voorstellen, we zijn met 13, we hebben allemaal kinderen. We doen allemaal daar mooi samen. En die vecht met die en zij trekt haar en hij trekt dit of hij stampt. En dan, ja, die verwennen, hè, die worden verwend en noem maar op. En dan zeggen we, papa, nee, als ik hem gestraft heb, dan zegt hij altijd van, laat mij genieten van mijn kleinkinderen. Want ik heb niet kunnen genieten van mijn kinderen. Die tijd hadden wij gewoon niet. جيت بلجيكا في 1963 نحن جينا جروب حنا أربعة ديال الناس اللي نزلنا هنا في وينتر سلاك حلو لما قلت أنا والحاج الأبيض ومحمد المزابي وفارس سعيد الخدمة عن العمل هذا هو السبب يعني هذا هو السبب رجوع للبلاد نديروا شي حاجه ولا شي مشروع ولا شي حاجه ولا هذه هي النيه الساعه دابا بقينا هنايا دوك صافي مشيت فرنسا مشيت لهولندا ومشيت لالمانيا الاخن ومشيت لونفيرس بروكسل ما عجبتني الا هاد البلاصه هاد لامبورغيني هو المعقول يعني لقيت فيها الراحه خطرات السيمانه تيقريونا تمشيو في الصباح تقراو ملي تبغي نخرجو تعطيونا 20 فرنك للواحد تقراو تعطيونا 20 فرنك الواحد باش تعلموا اللغه
تعلموا اللغه ديال الفلامون، لان حنا جينا مع الفرنساويه بروكسل هنا فلامون، تقول لك تعلم اللغه بس بلي تخدم تقول لك جيب لي هاد الحاجه ولا جيب لي هاد الحاجه ولا جيب لي هاد الحاجه خصك تعرفها. هادو هما اللي تيقريونا، ما تيقريوناش تيقرايه بحال السكويل ولا شي حاجه. هذاك شي بحال الماتيريال تجيب لي هامر، جيب لي بيكور، جيب لي هادي تعرفي بس تجيب له. كنا حنا في الودادية، درنا الودادية هنا بديك الوقت داو 70 حاجة في السبعينات. كان ديك الوقت ولادنا ما عندهمش الحق باش يعملوا الشوماج، الشوماج ما عندهمش، يخرج من السكويلة وما كانش ولادنا باش يتبعوا القراية. حدو يوصل سميتو عليه تقول له تمشي بناي ولا ميكانيك ولا شي حاجه، ما يمشيش حتى يوصل كاع لونيفرسيتي ولا يتخرج حاجه، لا، لان علاش؟ ما عندهمش حق. الجيل الثاني هما ولادنا، والجيل الثالث هما ولاد ولادنا. غادي نقول لهم باش يكونوا مابقاش خصو يقرا مزيان، خصو يتخرج، يعني يتخرج ما دكتور ولا سينيور ولا شي حاجه ولا شي. كنا حنا يا دروك تندورو دور سيمانه سيمانه، دابا سيمانه عندي انا تاخذ كل حولي والدجاج وقليه وكل شيء، تندوزو الجمعه والسبت والحد. قصدي ديك الوقت كنا تلتحموا بعضياتنا، ما نتفرقوش حتى نهار الحد في العشاء نتفرقوا. وقبل كاع ما نجيبو الدراري ملي كنا عايز جوفريا كنا تاني هكداك ما تتفرقوش. طالعين اللي كنا ساكنين عنده جاب لنا حاولي وذبحنا وقال لك طيبوا نتوما كيف بغيتوا، وتتجمعوا دائما السبت والحد، السبت والحد دائما تتجمعوا دائما ما تتفرقوش. الحمد لله بحال يعني ما تنحسوش بالغربه، خصنا نبقاو بعضنا بعض، تحديدا بعضنا بعض، يعني نبقاو كما كنا نهار الاول خصنا نبقاو دائما، هذا هو المعقول. الاصاله ديالنا والدين ديالنا هذيك بطبيعه الحال هذيك ما غاديش نخطو فيها، مغربي ديما يبقى مغربي حتى يموت مغربي. تيقولوا بلجيكا مزيانه واسمو، ما كنت خدام كنت انا بريزونتا، كنت نبيع ونشري في السلعه، خدام مع واحد الباترون شي ديال البسكوي الفرماج الزبده اي حاجه تنبيع. انا بريزونتا تمشي عند مول في المغرب، تمشي عند مول البيسري تنبيع لهم السلعه، تندير كوماند وديك الساعه يعني تمشي تناخذ السلعه ونديها لهم المحلات ديالهم. ملي تنشوف الناس يجوا لبلجيكا قلت لهم متى انا نمشي لبلجيكا، فملتي ما خلاونيش نجي، قلت لهم انا غادي نمشي نخدم عام نجيب الفلوس ونشري محل، ونشري محل ونبقى في المغرب. دابا رانا 50 عام وانا هنا وما شريت لا محل، انا مازال هنايا. تعطونا ترتينا والدجاجة ويترو ديال الحليب، ولا ما بغيناش ناخذ هذا الشيء تعطونا ما نعرفش 30 فرنك في النهار، 60 فرنك في النهار، 60 هذيك الساعه كان الفرنك ما كانش الاورو، تعطونا 60 دبر راسك. شفنا يعني حنا 15 واحد تمايا كيفاش 60 فرنك ناكلوها كل واحد، انت 60 ما بقيناش نشدو عندهم الماكله، شبرنا 60 ومشينا شرينا القميله والمقراش والكيسان والبراد وكل شيء وتنطيبوا روسنا. بحال عند الجزار او مال الخضره تمشي تنقولوا بيت كيلو، تنهزك وصبع تنقول لك كيلو، كيلو راه مفهوم ها كيلو مفهوم،
وفي الصرف ملي تنبغي نخلص تيقول لك القد والقد بالفرنك، حنا ما تنعرفوش هذيك الساعه تنحط لها الفلوس في يديه ولا الراجل ولا المراه ولا اسمه، هما تياخذوا الفلوس ما تياخذونا، تياخذوا على حسب داك الشيء اللي باش تقضينا، ما تيخونونا زعما ولا شي حاجه. الحمد لله كانت ثقه. العنصريه ما كاينش، اللي بغى العنصريه هو اللي كيكون عنصري، اللي عنصري تيلقى عنصر بحاله، وانت مزيان غتلقى الناس مزيانين. خويا تبعني حتى المطار وتيبكي وريح في التطوار وتيبكي، قال لي انت خويا الصغير غادي تمشي لاوروبا وغتبقى تما وغادي تضيع وما كاينش اللي يتهلا فيك. والحمد لله قلت له شوف اخويا انا غادي نمشي نخدم عام نجمع واحد الرزق ونجي ونشري دار في المغرب ونبقى في المغرب. جينا هنا دابا من 64 بغيت نخدم غير عام 65 خمسة اسمو في 65 نرجع. دابا رانا 50 51 عام ولا 51 عام وانا هنا وما رجعت. اولادي ما بغاش يرجعوا ليا للمغرب، بغيت انا الحق ولا بغيت نرجع، ولكن ولادي ما بغاوش. ولفنا هنا ودرنا استجمع مع البلجيكيين والحمد لله عايشين مخير. ما يتعدى عليك شي واحد، ما الا بغيتي تعدو دير انت تعدو، راه ما كاينش اللي جبتك. الا ما جبتك شي واحد، الا ما جبتي راسك راه ما كاينش اللي يتعدى عليك ولا حتى شي حاجه.